مسألة ممن تقوم الحجة الشرعية. إذن هذا القول الأول أن الحجة الشرعية تقوم الحجة الشرعية على المكلف من أي معبر، تقوم الحجة الشرعية على المكلف من أي معبر، أي معلم عبر له هذا ما تعبده ما تعبد به. إذن في هذه الحالة ماذا؟ كذا استدلوا ببعض الأدلة. أولا أدلة عقلية أن الحق بنفسه حجة بغض النظر من أتى به، أن الحق بنفسه حجة بغض النظر من أتى به، واضح؟ هو الحق حق. إنزين اقبل الحق ممن جاءك به بغيضا كان أو حبيبا، ورد الباطل على من جاءك به قريبا كان أو بعيدا، ونقبل الحق متى نراه، لو كان مبغض لنا أتاه، والباطل المردود عندنا ولو أتى به الخل الذي له اصطفوا، فلا احترام عندنا لرجل إن خالف الحق ولو كان علي. واضح؟ علي المنزلة، ليس علي، لا لا لا، علي المنزلة، ولو كان علي المنزلة عندنا، ولو كان من العلماء، ولو كان خالف الحق ليس بحجة، لا نقبل منه، لا نقبل منه ذلك الذي خالف به الحق، فنحن حيث أمر القرآن لا حيث ما قال لنا فلان. والفرقة الثانية تقول ماذا؟ تقوم الحجة من ماذا؟ من المعبر الثقة، ليس الكافر ولا الفاسق، لا تقوم بالكافر ولا بالمسلم الفاسق، يعني أهل البراءة. زين هذه الفرقة ماذا؟ الفرقة الرستاقية لزعيمها من؟ الإمام طيب استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للمؤمنين على ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهل، فامرهم هنا بالتبين. انزين في خبر الفاسق، قالوا علم من ذلك ان خبر غير الفاسق لا يؤمر فيه بالتبين، ووظفوا ماذا؟ مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أمر بالتبين في خبر الفاسق، معناه لا يؤمر بالتبين في خبر غير الفاسق. وتعرفون أن الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف عند الأصوليين. طيب
ومن ناحية ثانية أن التبين، الأمر بالتبين لا يعني بحال أن ما جاء به غير الحق، فقد يكون جاءنا بالحق لذاته ولكن أمر للتبين لشيء آخر، لصفة فيه هو، لكن بعدما نعلم بأنه صادق في ذلك، هل تغير الحق؟ هل تأثر الحق بهذا التبين وعدم التبين؟ مع أنه فاسق، زين. فإذا في هذه الحالة يبقى الحق الذي أتى به. ثم إن الأخبار ليس كل خبر يتبين فيه، الأخبار تنقسم إلى أربعة أقسام، مقطوع بصدقه، مقطوع بكذبه، أحسن على أساس أن نرتب، يجي عن نجيه يكتب بس كذاك، إذن الأخبار خبر مقطوع بصدقه، خبر مقطوع بكذبه، خبر محتمل وجانب الصدق أرجح، خبر محتمل وجانب الكذب أرجح.